تعززت سلسلة المقاهي والمطاعم الحديثة بمدينة تطوان ونواحيها بافتتاح مقهى ومطعم وبيتزارية فاخرة اختير لها اسم قرية كابو. بفضل الله ورعايته احنا هي شركة كابو سيرفيس، فتحنا واحد المشروع اللي كيجمع ما بين مقهى ومطعم وسوق ممتاز وبيتزارية في نفس الوقت، وكيتميز بخدمات جد ممتازة وبجمالية الموقع. قد تم إنشاء المشروع بمواصفات رفيعة المستوى، بحيث يقدم مختلف الوجبات المتميزة بأثمنة جد مغرية، كما يحظى بموقع استراتيجي بمنطقة كابو نيغرو. بالنسبة للخدمات هي جد متنوعة، ناخدو على سبيل المثال بيزيريا اللي فيها بيتزا، شاورما، تاكوس، لي ساندويتش، لي سالاد. وبالنسبة للمقهى فهي فيها فطور أوروبي، فطور بلدي، العواصر ومشروبات. ويتوفر مشروع قرية كابو على جلسة بانورامية جميلة وهادئة، كما يشمل تجهيزات حديثة ومريحة بالنسبة للزبائن، وتخصص أمكنة متميزة للعائلات، وكذا الجلسات الخاصة على امتداد مساحة شاسعة من المقهى وأرجائها الخارجية. كما يوفر مشروع قرية كابو للزوار أفضل المنتجات والأطعمة، ويقدم قائمة طويلة تضم مختلف أنواع المأكولات الخفيفة، علاوة على خدمات متعددة تخضع لطلبات الزبائن إرضاء لرغباتهم وأذواقهم. وقد وفر مدير المشروع السيد محمد كرفاس طاقم جاهز واحترافي مستعد لتقديم أفضل الخدمات للزبناء وخلق الفضاء المناسب للباحثين عن الراحة والهدوء. نتمنى مشروع ديالنا يعجبكم ومرحبا بكم عندنا.